اسمع بقى، أنا هشرح النهاردة تعبيرات أو الإكسبريشن. التعبيرات دي ممكن أستخدمها في نماذج أو تقارير أو استعلامات. عناصر التعبير يا إما في ثوابت معاملات ودوال ومعرفات، 4 حاجات، وممكن يحتوي على 2 أو 3 منهم، وممكن يبقى بسيط أو معقد. بالنسبة للثوابت ممكن يبقى الثابت رقم أو نص أو تاريخ، والمعاملات معاملات منطقية أو رياضية، أكبر من، أصغر من، زائد، يساوي، علامة الضرب، الدوال أو الفانكشن، دي دوال جاهزة جوه أكسس بتعمل عمليات حسابية على تواريخ، على نصوص، على أرقام. على سبيل المثال في دالة اسمها ديت اللي هي بتمثل تاريخ النهاردة، ودالة اسمها صم بتعمل مجموع، ومعرفات أو ايدنتيفايرز اسم حقل في جدول أو اسم مربع نص في نموذج أو تقرير. مثال على كده في دالة اسمها لين أو طول، جاية من لينز، دي بتحسب طول سلسلة سواء رقمية أو نصية وتجيب العدد بتاعها. لو افترضنا إن في رقم قومي، حقل موجود فيه الرقم القومي وليكن واخد من ID number، هيبقى الطول بتاع ال ID number هيساوي 14، لأن الرقم القومي عبارة عن 14 رقم. ممكن استخدم ال expression ده جوه النموذج أو تقرير أو استعلام زي ما قلنا. جوه النماذج ممكن استخدمه في validation rule، قاعدة تحقق من الصحة، إن مثلا زي ما قلنا الرقم القومي ده ممكن يخش في حقل، بس لازم الرقم يخش كامل 14 رقم بالظبط. فأقول له في ال ممكن أقول له في ال ده عندنا مذكرة، نموذج لإدخال بيانات، وأدي الرقم القومي، لو جيت على مربع النص ده هلاقي جواه validation rule القيمة دي. أقول له إن الرقم اللي يخش في القيم في الحقل ده لازم يكون ما بين الرقم ده والرقم ده، اللي هما 14 رقم بالظبط. وبرضه ممكن استخدم ال expressions في استعلام، ممكن اعمل استعلام جديد مثلا من بيانات وظيفية، وليكن عايز اجيب، ممكن اخليه يظهر تواريخ التعيين اللي بتساوي تاريخ النهاردة. اجي في الكريتيريا واقول له ديت، كده يجيب لي تواريخ التعيين بتاعة النهاردة. طبعا النهاردة مفيش اي تعيينات، تبقى قيمة فاضية. او مثلا افترضنا ان احنا غيرنا التاريخ، مثلا 18 أغسطس 2013، جيت في الاستعلام قلت له هات تاريخ النهاردة، هجيب لي واحد بالرقم ده وتاريخ تعيينه 18 أغسطس 2013 اللي هو تاريخ النهاردة. هرجع التاريخ تاني،